أرسل مومو في الحال. اسمعني جيدا يا مومو، وصلتني هذه الرسالة قبل لحظات، وهي تفيد بأن خفيف قد هرب إلى جزر القمر. أين سيدي؟ جزر القمر هو قطر عربي إفريقي يتكون من عدة جزر تقع في المحيط الهندي، عاصمتها هي موروني حيث يختبئ خفيف كما أظن. ولكن يا سيدي، قد تكون هذه الرسالة محض بلاغ كاذب. لا أبدا، انظر يا مومو، إن خفيفا يحب أكل السمك بشدة كما تعلم، وجزر القمر مشهورة بالصيد. ولكن يا سيدي، هذا ليس دليلا كافيا. ليس هذا وحسب، بل إن معظم جزر القمر قد تكونت بفعل النشاط البركاني، وبالتالي فإن خفيفا قد يختبئ في أحد البراكين. هذا مستحيل يا سيدي. لا تقل مستحيل، اسمع، إن واجبك يحتم عليك أن تمسك خفيفا، ولذلك ستسافر إلى جزر القمر وتمسك بخفيف حتى ولو كان مختبئا داخل البركان نفسه. ولكن يا سيدي أرجوك. هيا نفذ يا مومو. ها قد عدت بعد 4 أشهر، ولكن أين خفيف؟ في الحقيقة يا سيدي لم نعثر عليه رغم كل محاولاتنا. هذا عجيب، لقد وجدتها، أظن أننا لم نفهم الرسالة جيدا، فخفيف ليس موجودا في جزر القمر بل في القمر نفسه. ماذا؟ هيا جهزوا صاروخا في الحال ليسافر به مومو. أرجوك يا سيدي. اسمع يا مومو، لا أريدك أن تغيب كثيرا هذه المرة، تركب الصاروخ وتحضر خفيفا وتعود بسرعة إلى هنا. يا لك من ذكي يا خفيف، تختبئ على القمر، على القمر مرة واحدة. أعزائي أصدقاء سبيستون، لا تنسوا أن تضغطوا على زر الاشتراك وشاهدوا المقاطع التالية.